بينا الأستاذ محمود سليم، الصحفي في موقع في الجول والمتخصص في الإحصاءات. أستاذ محمود أهلا بك في حصاد اليوم. أهلا بك يا كابتن منى، وأهلا بالكابتن عصام طبعا، وألف مبروك للشعب المصري كله على الفوز النهارده. الحمد لله، الله يبارك فيك. أهم الإحصاءات النهارده بين المنتخبين وبين اللاعبين كانت إيه من وجهة نظرك؟ هو اهم حاجه طبعا بالنسبه لي النهارده محمد صلاح، يعني قدم مباراه من افضل مبارياته في التاريخ مشاركاته مع منتخب مصر، يعني حتى في التقييم بتاع السوفت وير بتاعنا في شركه كوره ستات محمد صلاح خد تقييم 7.1 من 10، كان افضل لاعب في المباراه. يعني مش هنتكلم على المستوى الهجومي، ممكن على المستوى الدفاعي نعرف ان محمد صلاح رابع لاعب في الفريق بعد ثلاثي الدفاع عبد الشافي وحجازي ورامي ربيعه في استخلاص الكره، انه استخلص الكره 11 مره وهو لاعب جناح مهاجم، فدي ميزه كبيره جدا 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 تحسب لصلاح. رابع لاعب بعد مين؟ قول لي ترتيبهم كده الاوائل. الاول محمد عبد الشافي استخلص 18. نعم. الثاني احمد حجازي استخلص 13. نعم. الثالث رامي ربيعه استخلص 12. طبعا ده طبيعي لان دول يعني الثلاثه. نعم. ومحمد صلاح طبيعي. ومحمد صلاح محمد صلاح 11. 11 تمام. بالنسبه للمحاولات على المرمى، يعني في الشوط الاول كنا مميزين جدا ان الخمس محاولات لينا على المرمى كانوا الخمسه بنسبه دقه 100%، ما فيش ولا محاوله خارج الثلاث خشبات، فدي كانت ميزه كبيره برضو تحسب ان التركيز اللعيبه كان قوي جدا. نعم. الازمه بالنسبه لي كانت في طريقه كوفر وتعامله مع المباراه، يعني احنا في اول ربع ساعه كان استحواذنا 72% مقابل 28 بس لاوغندا، وطبعا سجلنا الهدف في الفتره دي، فكان المفروض نستحوذ اكتر وندوس عليهم اكتر ونركز اننا نسجل الثاني ونامن الفوز. نعم. فالتراجع اللي احنا تراجعناه ده كان ملوش مبرر بصراحه، كانوا هم منتهين وكنا نقدر نقضي عليهم بالتاني والتالت كمان. نعم، بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود سليم.